ارتفع معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 5.9% خلال فبراير الماضي على أساس سنوي، ليسجل أعلى مستوى على الإطلاق، وذلك في ظل ارتفاع أسعار الطاقة. كشفت بيانات هيئة الإحصاءات اليورستات ارتفاع مؤشر التضخم في منطقة اليورو بنحو 0.9% على أساس شهري. هذا وقفزت أسعار الطاقة بنحو 32% بعد زيادتها إلى 28.8% في يناير.